نجا ساندي؟ سميح؟ سميح طول بالك. خد جبت لك الحلو اللي بدك اياه. لا مع الأسف مجد. مجد أنا آسفة بس سميح لهلأ ما أجى على البيت وأنا قلقانة عليه كتير. لا تقلقي عليه بنوب ما رح يصير عليه شي. يا الله فكر إنه في علاقة بيناتنا خايفة يعمل شغلة بحاله. يا الله منك ليش هالتشاؤم هاد؟ إذا بدك أنا بحكي له القصة كلها. لا أنا بحاكي بالأول. بهيك أنت أدرى بس خبريني شو بصير معك. أوكي أوكي مجد رح خبرك بكل شي. يلا باي. سميح خوفتني عليك كتير وين كنت لهلا؟ تأخرت على موعدي بالجامعة. استني شوي منخلص فطور ومنروح سوا. ما فيني لازم شوف الدكتور فاروق شاف لي استاذ مشان وثيقة القبول تبعي بالجامعة. عن جد؟ ما خبرتيني مين هالاستاذ؟ الدكتور فاروق له مريض بالمشفى يلي بدي روح عليه وحكالي مع الطبيب تبعه والرد ممكن يوصل اليوم. اه برافو منيح. صحتين وعافية يلا بخاطركم. الله معك. الله معك. يلا عندي اتصال لازم اعمله انا شبعت. طيب حبيبي كفي فطورك لسه ما خلصت. كملوا انتو فطور انا شبعت ولازم احكي التليفون ما عاد بدي اتأخر اكتر من هيك. ألو كيفك مريم؟ لا لا أنا كتير منيح كل شي ممتاز. بس بدي أطلب منك تحكي لي مع دكتورك بموضوع خاص كتير وبهمني. بنوش شو هاد؟ لك قومي شوفي شو عاملة. لك أنت خربتي الوظيفة علي. فيقي شبكي من عند الصبح. اف طيب مو بقصدي كبيت لك عليها زيت. ليش وين كانوا عيونك؟ سونيا خلصنا بقى شو بقصدي كبيت لك عليها زيت؟ ضليت ادرس للصبح وبالغلط صار معي هيك. لانه دراستك اهم شي وغيرك عمره ما يعمل شي. شكلك حطيتيني براسك من الصبح مو هيك؟ يا الله شو طبعك صعب. شو بعمل لك هذا اللي صار معي؟ بعدين رسماتك هدول مالهم مهمين قد دروسي ومحاضراتي. ليكي وليبانا ما تضلي تستحقي فيني هيك احسن لك. لك مو هيك قصدي انا ما هيك قصدي. شبكون يا بنات شبكون شو صاير من عند عبكرة الصبح؟ امي انا حبيت ساعدها عم طلع شغلي كله غلط وخربط اللي كانت عاملته. على اساس انت كتير بتعرفي تشتغلي بالخياطة. خلص بقى اسكتي. خلصونا اتنيناتكم كانت حابة تساعدي. ما هي ما بتعرف تمسك الابرة بس لو بعرف بكرة كيف رح تخيط بالعمليات. ماشي سونيا انا ما بعرف ساوي اي شيء. ماشي ما بعرف ساوي شيء ارتحتي هيك بدك؟ خلاص تبعت تخانه وانتو التنتين فهمنا. سونيا بنتي كنت بدي اسألك هالسؤال. البنت اللي كانت بالمطبخ انت بتعرفي هالشي وليش اجت لهون؟ بتشوفي يا سونيا بس انطولي بالي عليك لحتى اخلص من هالخطبة بخير. بس لما بدي افسخ هالخطبة بدون مشاكل تخليكي تشوفي نجوم الظهر. والله سميح الله يخليك لتضل ساكت. ليك اذا بتسمعني رح تعرف مني كل شي. ما في داعي شفت بعيني انت ما عملتي لي اي احترام. سميح مو هيك القصة. شلون يعني مو هيك؟ مو انت اللي كنتي مع مجد قدام عيني؟ لا مو مثل ما لك مفكر نحن مجرد اصدقاء وبس. ليكي ساندي ما فيك تكذب عيوني اللي شفتك فيهم انت وياه. ولا مفكرتيني واحد اهبل يعني؟ مدامه هو صديقك ليش حضرتك ما خبرتيني عنه؟ لانه ليش؟ لانه ما عندك شي لحتى تحكيه بعدي لهيك. سميح قيمي الاكل ما بدي اكل مو جاي على بالي. انا محتارة شلون بدي ساعدك يا فؤاد. مشان شو؟ شو فيك تعملي؟
ليش انت اللي قلتي لبابا وماما يعملوا هيك فيني ويحرجوني؟ فؤاد الله يخليك، حاجة حقد عليهم بقى. مثل ما بدك حبيبتي، وجودك جنبي هو بس اللي عم يساعدني، فهمتي؟ فؤاد يمكن قرارك هذا ما يكون صحيح، وحتى ما كان لازم تترك البيت. اسمعي رهف، انا متضايق كتير من عملتهم، بس ما عاد فيني ارجع، ما عاد بقدر اتطلع فيهم ولا اعيش معهم بنفس البيت، والاحسن اني اعيش لحالي. لك يا فؤاد، شايف كيف صايرة حالتك؟ مو مشكلة رهف، كله رح يمضى، لا تقلقي. انت بس خليني اشيل هالحمل عن ظهري وافسخ هالخطبة واخلص، بعدين نشوف حياتنا انا وياكي. ماني عرفانة شو بدي اقلك. اليوم لا تنسي تروحي تتصوري مشان جواز السفر. لساتك مصمم تسافر على هولندا؟ انا اخذت القرار، في مشاريع كتيرة براسي، وقبل ما يجي الصيف نكون بهولندا. انا بدي روح، لازم شوف بقى انا هلا، ولازم نتفق انا وياها شو بدنا نقول لابوها. سونيا كيفك؟ انا تفاجأت انك غيرت رأيك، استغربت لانه كنت موافق. ما في مشكلة، مع السلامة. اهلين دكتور. شو بدي اقول لك فاروق، الصبح حكت لي اليس بانه الدكتور تبع مريم هو بده يجيب الموافقة لاليس. هذا اللي بعرفه، بس هو غير رأيه، وقبل ما تفوت بشوي كان عم يحكي معي. فهمت عليك دكتور، اليس متفوقة وطموحة كثير، حبيت ساعدها بس ما قدرت. انت ما حكيت لاليس عن مريم مو هيك؟ مستحيل، ما رح احكي. انتبه منيح، لانه هذا الموضوع بيناتنا وبس. تكرم عينك. صباح الخير. صباح النور. اليس مري لعندي، انا ناطرك بالمكتب مشان احضر لك رسالة القبول بالجامعة. شكرا كثير. عفوا. خاطرك فاروق. مع السلامة. أليس مع الأسف في أخبار سيئة، الأستاذ اللي حكيت لك عنه تراجع عن وعده لإلي. كيف صار هيك؟ مو كل شيء كان تمام على أساس؟ والله أنا متفاجئ مثلك، بس ما باليد حيلة. سميح لو سمحت بدي أحكي معك بس شوي. ما بدي أحكي معك. الله يخليك لا تعاملني هيك. لك أنت ما عم تفهم علي، عم قلك ما بدي أحكي معك. شو هالولد هذا؟ كيف ينسى تليفونه؟ ألو مين؟ مرحبا أنا ساندي، بدي أحكي مع مجد. مجد ماله بالبيت وراح على الجامعة، نسي تليفونه بالبيت. هيك لك، ماشي، شكرا لك، لا تواخذيني. ماشي حبيبتي، ما في مشكلة، الله معك. ايه وين رحتوا؟ احكي لي شو عملتوا كمان. مشينا بالحديقة ورجعنا طلعنا على المطعم، كان أحلى يوم بحياتي. وأنا كمان. عن جد عم تحكي؟ يعني رجعتوا لبعض؟ لا لا، لسه بكير. يعني فيك تقولي أصدقاء وبس هيك. مزبوط، يعني فينا نقعد بلا ما نتخانق أبدا. وأنا مبسوطة من شانكم. كأنه كنتي مرضانة؟ خير، شو كان فيكي؟ ما كان فيني شيء، بس ببساطة ما كنت حابة أقدم هالاختبار. أساسا أنت مو بحاجة لهالاختبار، أنت متفوقة وبس تقدمي الامتحان رح تنجحي. يا الله قديش كنت انبسط لما ندرس سوا، فقلت لك أنت أحلى رفيقة عندي. معها حق، وهي كتير اشتقت لي. رح أترككم مع بعض، عندي شوية شغل لازم خلصوا، بس رح ضل طلع عليكم كل شوي. ها عن إذنكم. ما تطول علينا كتير. إيه
شبكي هلا كنتي عم تضحكي، شو صار لك؟ انا ما عم بقدر افهم عليكم، شو بدكم؟ ما بعرف لي، لهلا ما قدرت استعد ثقة احسان، يعني لساته مو مطمنة. شو صار له هذا؟ ما عاد كتب؟ لا هي نزعناها. اوف انا اسف اليس، بعتذر يا بنتي، ما فيني ابعتك لهونيك. دكتور فيني فوت؟ ايه طبعا مجد، تفضل. امبارح الدكتور فاروق ارجاني الرسومات تبع وردة، قال هي حابة اني اشوفهم، واجيت مشان اطلب منك تساعدني لاعرف ليش هيك عملت. ماشي، منيح انك اجيت، بس بالاول بدي اطلب منك مساعدة صغيرة. تكرم عيونك، كيف بقدر ساعدك دكتور؟ مثل ما بتعرف بكرة اخر يوم مشان تقديم الطلبات بخصوص منحة أمريكا. بكرة؟ وبالحقيقة أنا عم حاول إمنع على أليس بس ما عم بقدر. يعني طيب شو الشيء اللي بقدر أعمله أنا؟ شوف لألك، فاروق لقى أستاذ برات البلد مشان يشرف على رسالة أليس، بس أنا كل ما حاول إمنع هالشيء عم أشوف إنه أليس عم بتقاوم بطريقة قوية ومو متوقعة. يعني انت عم تحاول تمنع أليس انها تروح على المنحة مو هيك؟ تمام، بالحقيقة طلبت مني اكتب لها رسالة توصية وهي رح تستلم الظرف مسكر، وبهالطريقة ما رح تعرف اني كتبت رسالة بشكل سلبي. هلأ فهمت عليك، يعني نحن لازم نعمل اي شيء، المهم انها ما تسافر. مرحبا دكتور، قلت لي في وثائق لازم وصلها على عمادة الكلية واجيت هلأ مشان اخدهم. ايه مزبوط، والله نسيت القصة. شلونك مجد؟ كيف امورك؟ لي زمان ما شفتك. منيح. اتفضل، بس اول شيء خذ الاوراق على مكتب التسجيل، وشكرا كثير على المساعده اللي قدمتها للين، لو ما كنت جنبها ما كانت وصلت لهون. مو مشكله، اصلا هذا كان مجرد اختبار اولي، منيح انه مو امتحان نهائي. صحيح، بدي عزبك ترمي هدول بطريقه. حاضر دكتور، يلا بخير. أليس؟ شو بك؟ ليش ما على بعضك؟ مو منيحة أبدا. خير، ليش مزعوجة؟ مشان المنحة، أنا كان بدي موافقة الأستاذ اللي رح يشرف علي. ما مشي الحال مع الدكتور فاروق، وما بقي معي غير يوم واحد. فيك تقولي ماتت أحلامي قبل ما تبدأ. استني لا تتشائمي دغري، بكرة أكيد رح تنحل. كيف ما بدك ياني اتشائم؟ كل شي باين من أوله. بعدين أنا وين؟ وروحت أمريكا وين؟ ايه لا تكبري الأمور كل هالقد، قدي صار معنا مشاكل وتجاوزناها. يلا امشي معي. وين صارت؟ خليني اشوف. بيكون دكتور، انت شو رأيك؟ وردة شو بدها تقول بهدول الرسمات؟ ما بعرف، بس يمكن يكونوا طرف خيط مهم. معنات هالحكي انه اللي قالته وردة ممكن انه يكون مظبوط. هذا الاحتمال كتير وارد، لأنه عم تتصرف من اللاوعي، يعني بدون ما تقصد. أنا ما عم أفهم شيء، يعني هلأ أنا صار عندي ولد مو هيك؟ أنا في عندي صديق قديم محلل نفسي وعم نبحث الموضوع سوا، بس لازم نكون صبورين. ماشي، أنا رايح هلأ. رح تدور على أليس مو هيك؟ نحن مضطرين إنه نمنعه، ما لازم تسافر على أمريكا. حاضر دكتور، قد ما فيني رح حاول. أهلين مصطفى. شو نسيتيني مبارح زينة؟ انتظرتك على أمل تجي بس ما أجيتي ولا حكيتيني. لا تكوني زعلانة مني مصطفى،
تعرف الأسبوع الماضي كنا رح ننكشف ونحن مع بعضنا، ولهالسبب عم قول لازم نكون حذرين أكتر شوي مو؟ يعني عم تقولي لي بلا ما نلتقى مو هيك؟ هذا قصدك؟ لازم نكون حذرين أكتر مشان ما نوقع. تعبت من هالموضوع وحاسة إني بحاجة أبقى فترة وحدي حتى أرتاح. إيه مثل ما بتأمري، يلي بدك إياه رح يصير كله. مع السلامة. الأمر شو الأخبار؟ أنت فاضية شي؟ مجد لوين رايح؟ بدك تحضر كل المحاضرات؟ ها ما بدي أحضر، مشغول شوي، رايح لعند سميح بدي أحكي أنا وياه. هذا الوضع مو كويس، أنت وسميح مستحيل إنكم تتفقوا. والله أنا شايف إنكم أنتوا اتفقتوا، القعدة عنده بالبيت والمشاوير وغيره. ها؟ لا تحكي بهالطريقة، أنا كنت مضطر. بدك مساعدتي لإجي معه؟ لا لا ما بدي أعزبك، شكرا لك، بس بدي أطلب منك طلب. ممكن ما تسألني ولا سؤال؟ بلشت الأسرار هلأ؟ خلصنا. خلص بعتذر، شو بدك؟ بدك تمنع أليس إنها تقدم وراقة منشان المنحة حتى تكون رجعت لهون. ليش؟ ما قلنا ما في أسئلة؟ عم يحاولوا ياخدوا موافقة من أستاذ برا، أو بالأحرى عم يدوروا على أستاذ بركي بيكتب له. طيب ماشي، أنا بعرف الموضوع. رح أتكل عليك بالموضوع. خاطرة. مع السلامة. أليس كرامجة، هي وثيقة القبول؟ أنا لا أرشح الطالبة أليس كرامجة للقبول في معهدكم. الدكتور بكري كاتب رأي سلبي. شغلة غريبة. كان لازم تشوفينا مع بعضنا مبارح لين. مبارح حسيت بشعور غريب، حسيت إنه بعرفه أول مرة. كمان أنا وزافر كنا نقضي أوقات حلوة كتير، اشتقت له كتير. لا تكبري الأمور أنت، يمكن أهلك يرجعوا يسمحوا لك تدرسوا سوا للامتحان. وهي الامتحانات اجت صعبة شوي، إذا ضلت الأمور هيك أكيد رح أرجع أرصد من جديد. لا تحكي هيك، مو لهالدرجة، بكرة بتشوفي شلون رح ننجح اتنيناتنا. تعرفي الكتاب يلي قريت لكم من مظافر يلي عطاني إياه؟ أنا توقعت هالشي. حبيبتي هالشاب بحبك كتير مو هيك؟ ايه مزبوط، بس ضروري امرض لحتى اشوفه يعني؟ بدي اعطي قوس الفلاشة اللي نسيها، لازم روح فورا لالحقه. طيب روحي بشوفك بعدين. بشوفك بعدين. سلمي انتبهي لحالك ماشي؟ باي باي، مع السلامة. بعتنا الرسالة تبعك ل 120 جامعة مع بعض، إلا ما وحدة منهم ترد علينا. إن شاء الله. إيه يمكن لسه في شي ناقص. طلبات جاهزين. طلب اختبار اللغة هون، والصور موجودة، وتوصيات الأساتذة بالجامعة هون، وهدول جاهزين. ضلت اللي بده يكتب لي إياها الدكتور بكري. أوف يا، ما رح نستفيد شي لأنه وثيقة القبول من برا مو جاهزة. إيه محلولة. شلون محلولة يا مروة؟ أنا إلي صديق من جمعية حماية القوارض والزواحف، هو كمان من اسطنبول، أكيد رح يساعدنا. وشو بده يعمل؟ إيه إذا الله ما كذبني عمه بيكون دكتور. يا الله ليش ما عم اتذكر اسمه لهلا؟ حلوة هاي، منحتي موقفة على جمعية حماية القوارض والزواحف كمان. كيفكن؟ أهلين. أليس بدي أحكي معك شوي. تفضل اقعد، الموضوع خاص. تفضل. مرحبا. اوه اهلين حبيبي، اهلا وسهلا. اهلين فيك. لا تواخذيني عزبتك وخليتك تيجي لهون على المكتب. علي شو؟ قديش قلنا ما شفنا بعضنا اصلا، منيح اللي اجيت، كمان انا مشتاقت لك. شغل كل الوقت. تفضلي. شكرا.
هاي الشغلة اللي محتاجني فيها بقى؟ لحظة، خلينا نحكي ونحن عم نشرب شي شغلة. يلا احكي لي شو هالشغل، لأنه صار عندي فضول. بدي منك تمثلي دور حبيبتي لفترة قصيرة. ها؟ شفتي أليس؟ شو رأيك تسلم بالأول؟ أليس عم تحكي مع ظافر. متأكد من هالحكي؟ ايه مع الأسف. فادي إذا حابة إنك تشوفي الورقة بعينك. مزبوط كلامك، اللي كاتبه هو تقييم كتير سلبي. طيب ليش هو كاتب بهاي الطريقة؟ حاولت أفهم وما قدرت. بالنتيجة هو كبل الورقة، يعني بركي بعدين غير رأيه فجأة وكتب تقييم إيجابي. بلكي هيك. مرحبا يا حلوين. مرحبا. الصبح أخذت لك الفلاشة بالغلط وجبتها خفت تحتاجها. شكرا. حاجتهم بقى، شو عم يعملوا هدول قدام العالم كله؟ يحترموا حالهم على الأقل. ليش شو الغلط؟ ما عم يعملوا شي، بس قاعدين وعم يحكوا. دخيلك شو هالشغلات اللي عم يحكوها؟ في شي بيناتهم؟ يا الله، يصطفلوا منهم لتصرفاتهم. ما دخلني، أنا بدي روح بخاطركم. خلي هذا الموضوع بيني وبينك. ولا يهمك أنت، وشكرا كتير إلك. عفوا، تمرق وبيصير كل شي مثل ما بدك. أنا بدي روح. مع السلامة. مثل ما قلت لك رح تتصرفي لفترة وكأنك حبيبتي، مثلاً نطلع مع بعضنا. وبالنسبة لموضوع المصاري، لايك لك فكر. ما عم بحكي بالمصاري مصطفى، بس أنا عندي سؤال. سؤال واحد بس. ماشي. أنا حابة أعرف شغلة واحدة. أنت غني وفي عندك كاريزما، وما في أي مرة ممكن تقلك لا. ليش لا تدفع مصاري مشان هيك شغلة؟ لأنه المرة اللي بدها تمثل دور حبيبتي لازم تعمل كل شي بقلا عنه أنا وبس. ولهيك أنا اخترت هالوحدة حلوة بروفيشنال مثلك أنت. طيب شو هدفك؟ يعني حابب تجاكر شي وحدة؟ يسرى، إلنا سؤال واحد. طيب ما في سؤال غيره. ايه شو جوابك؟ موافقة ولا لا؟ تسمح لي حضرتك ضيفك شي فنجان قهوة؟ طبعا. يلا. انت شو قولك شغل هون؟ بقى انا دقيت لك وما رديتي على تليفونك. فيك تقلي لي شو الموضوع المهم يلي مخليكي مشغوله؟ احكي يلا. فؤاد يا ريت تروح هلا وبعدين نبقى بنحكي. بقى انا ما بقى فيني اتحمل الطريقه. ها لا تخليني عصيب، عادي شوي لنشوف شو بدنا نعمل. يلا ما فينا نقعد هون، يلا خلينا نطلع نحكي برا. طيب انا عم استنى برا. يقطع عمرك. بس شوي انا لازم اطلع اشوف شو بده. بانا مالك مضطرة تشرحي لي، نحن مجرد اصدقاء. احسان صدقني اللي عم بتفكر فيه ماله مزبوط، انا عم بحكي لك الحقيقة صدقني. بانا انت مالك مضطرة. احسان لا تؤاخذني، ما كنت متوقع انه ممكن يجي لهون. بانا يا الله اف منك اف. شفت شو عملت؟ لكن أنا اللي شفت خالة لطيفة صارت بطلة لعبة السودوكو. أنا ما بدي أصلا، هي اللعبة صارت سهلة كتير بالنسبة إلي، بس أنا ما بحب الأرقام والحسابات. بس هالبنت اللي قدامي هي اللي عم تجبرني أعملها، هالعناد تبعها رح يجلطني.
برأيي أنت كتير محظوظة لأنه في وحدة مثل سونيا عم بتدير بال عليكي. أخ منكن أخ، ولك ليش هي عم تتركني اتنفس؟ صارت مثل الشرطي فوق راسي، كل شيء ممنوع عني. لك حتى التلفزيون ما عم تخليني اتفرج عليه. تعالي معي حتى نعمل قهوة، خليها تشوف المسلسل، هلأ إجا وقته. مستحيل تروح أي حلقة عنا. والله أنا كمان متابعته يا سونيا. شو صار بالحلقة الماضية؟ رؤوف انقتل ولا لا؟ ايه. اوه اخبار بتجنن. شوفي قال عنده معارف كتير وممكن يلاقي لك دكتور اجنبي. مرحبا يا شباب. مرحبتين. شفتولي مجد شي؟ قالوا لي انه هون. يا الله منك يا ساندي، انا قاعدة هون وانتي عم تسألي عن مجد. كم يوم صرنا ما شفنا بعض؟ محتاجة مجد بموضوع ضروري كتير، انا بعدين بحكي معك. راح لعند سميح. شو؟ راح لعند سميح؟ يمكن لسه ما وصل. اوف شو هالحكي هاد؟ أنا لازم روح فوراً. عادي شوي بعدين بتروحي. بعدين مستعجلة. باي. أنا كل الحياة واضح أنه كان رح يصير هيك. أنا مالي بالبيت اليوم. عم قلك مالي بالبيت اليوم، ما عم تفهم؟ يا الله مين هالغبي هاد؟ أمر شو بدك؟ لازم نحكي سميح. يعني ما بكفيك اللي عملته مبارح وبكل وقاحة جاي تحكي معي؟ ليك أول شي بتسمعني منيح وبعدين عمل شو ما بدك. لين تفضل. آسف بس كنت بدي أسألك، كيف صرت؟ إن شاء الله أحسن. منيحة شكرا على كل شي. هذا واجبي. أنتي عرفتي شو صار مشان أليس؟ ايه عرفت شو صار. صاير معك شي؟ مو صاير شي، مستعجلة ولازم روح. الله معك. وين ساندي؟ ما بعرف، انت اللي بتعرف. بعد من وشي. سميح قوم واسمعني مثل العالم. أنا مالي فاضي أبداً اسمع عن حياتك الغرامية شي. ماشي؟ ليك الحق معك، أنا وساندي بنعرف بعضنا من قبل، بس نحن ما قلنا لك هالشي، وساندي ما قال ذنب بهالقصة بنوب. عم تتسلى يعني؟ اسمعني، أول مرة بحياتك بتعطي قيمة لبنت بتعرفها، ناوي إنك تتغابى وتخليها تروح من إيدك؟ طلع فيني منيح، بتعرف إني عملت كل شي مطلوب مني مشان هالبنت، بس ما بسمح لكم تحطوني بمكان اطلع فيه غبي. ماني غبي لهالدرجة. انا رح اشرح لك. انت فهمت غلط، ما في اي شيء بيني وبينك. شو هالحكي؟ طيب فيك يا استاذ تشرح لي ليش خبيتوا عني انكم بتعرفوا بعض؟ ها؟ ليش خبيتوا عني هالشيء؟ ايه فؤاد عم بسمعك، شو الموضوع؟ بانا شايفتيني اني مزعوج، احكي معي بادب. ها عم بستنى تحكي شو بدك. انا ما رح احكي لابوك عن رهف. طيب شو بدك تتحجج له لحتى تفسخ الخطبة؟ اصلا انا لازم خبره عن كل الفصول اللي حضرتك عملتيهم. فؤاد نحن اتفقنا على كل شيء. ما طيب ماشي. بقى انا جامعية وانا ما معي غير الاعدادية، منشان هيك رح افسخ الخطبة. شو رأيك؟ قديمة وبابا رح يصدقك مو هيك؟ فؤاد بده يقول لك وين كان عقلك لهلا، بعدين بده يقول انه الحق علي انا. بانا هالشي ما بيخصني لحالي، فهمتي؟ ما بيخصني لحالي. طيب فؤاد قل له انك بتحب وحده تانية. مو بايدي القصه يا بانا، مو بايدي. مو بايدك؟ انا بتصرف، انا بقول له. حلوه، ملاحظه انه وضعك ما بيسمح لك تهدديني. فؤاد لو سمحت. بانا ساوي اللي عم قلك عليه وبس، عم تفهمي علي؟ ترتاحي. والله ما عم تنتهي المشاكل، ولسه ما قلت لك عن مشكلة هولندا. شو هي المشكلة؟ فؤاد عم بيقول ما فينا نعيش هون وضروري نروح على هولندا، وبتعرف الغربة مو منيحة بالمرة. أكيد رح تكون صعبة عليكي، الحق معك. أنت مثلي يا سونيا متعلقة كتير بعيلتك.
وخصوصا بابا بحبه كتير، وطبعا بحب امي واختي كمان مع انها بتزعجني. ما فهمت كيف يعني عم تزعجك؟ لانه كتير عم تتجاوز حدودها بهالفترة. شو عملت؟ مثل ما بتعرفي الخانة متبعنا عم تدرس طب، وقال عم تخجل فينا، عم تقلنا بياعين بسطات لانه عم نخيط كم شغلة ونبيعها. شو؟ شو هالحكي هاد؟ المفروض تخجل من حالها بدل ما تخجل منكن. عم تكسر قلبنا كتير بس ما عم تحس بهاد الشي. هلأ كل شي صار واضح. يعني فينا نقول اتفقنا؟ طيب قلي انت رح يبلش الدوام؟ اليوم المساء بتصل وبقلك التفاصيل. اتفقنا، انا رح جهز حالي مشان تحاكيني المساء. تمام؟ انتبهي لحالك. بخاطرك. مع السلامة. كنتي قايلتي لي انه جمعيتكم ممكن تساعدها لأليس مشان الشغل، صار معك اي شيء؟ تقريبا. حكيت مع فريال بالموضوع. عن اذنك شوي لرد. اي مصطفى؟ كيفك اختي؟ كأنك انت مشغولة؟ لا ابدا ماني مشغولة، فيك تحكي. اذا فاضيين رح اجي اليوم المساء لعندكم. طبعا فاضيين، فيك تجي باي وقت. بس انا ما رح اجي لوحدي، في وحدة حابب اعرفكن عليها. معناتها مو جاي لحالك، في صبية جاي معك. صحيح، يعني فينا نعتبرها خاصة. كتير انبسطت لك بهالخبر مصطفى، صار عندي فضول كتير كبير لأعرف مين هاي المرة. أنا متشوقة مشان أتعرف عليها، عم نستناك المسا. تفضل. صهري فيني استشيرك بشغلة؟ استاذ يا ابني، استاذ. استاذ الشغلة اللي بدي احكيها ما دخلها بالدراسة. عود، اذا هيك صار فينا نحكي كقرايبين بدون رسميات. يا صهري انت الشخص الوحيد اللي بتفهمني، ومشان هيك بدي اسألك شغلة ضرورية. ما بعرف. شكرا على المقدمة، بس اذا بتضل هيك ما رح تدخل بالموضوع ابدا. الموضوع هو العشق والتسامح والثقة والكذب. أنا كتير مشوش. مو مشكلة، بس أنت بلشت بسؤال كتير صعب. الحياة صعبة. برافو. صهري شو بدي أعمل هلأ؟ والله أنا ما بعرف. شوف، بحالتك هاي العقل ما بيشتغل والمنطق ما بيشتغل، ولو اشتغل ما رح يشتغل صح. بس انت دائما بتدافع عن العقل، ليش هيك عم تحكي؟ مو بس بدافع عن العقل، انا بدافع عن العقل والقلب مع بعضهم. اصلا اللي بيفكروا بس بالعقل ما بيوصلوا لاي نتيجه، واللي بيتحركوا من خلال قلبهم كمان بينطبق عليهم هذا الشيء. وبهالحاله بدك توجه لحالك اسئله، بركي الاجوبه الصحيحه اللي بتلاقيها هي بتدلك على الطريق. طيب هالاسئله مثل شو مثلا؟ مثلا بتقول لحالك بدي احب واعشق من جديد. بهالحالة بتسأل قلبك بيستاهل ينكسر مرة تانية؟ بعدين بتشوف إذا ممكن تصالحها أو تتركها. بهداك الوقت بتسأل عقلك أي أهم، لعناد ولا حبيبتك؟ يا صهري والله ما بعرف. شوف، ما فيك تتأكد من أي شيء بالحياة، وهالنظرية مو بس على العشق. الإنسان اللي بيطلع قدامك بيستاهل تعطيه فرصة، وبيستاهل تجازف مشانه. لازم انت تلاقي الاجوبه. يا صهر انت كبير، يعني قصدي استاذ. ايه كنت بكلمه واحده منها ابكي لي شي 3 ايام. كانت كل مره تقول لي خدامه، ومره اتهمتني وافترت علي. اشربي هالكاسه، هاد غير قصه الساعه يلي ورطتنا فيها. مو معقوله. معقولة تزحل اخت مثلك يا سونيا؟ هي عم تدرس بكلية الطب على اساس ما حدا قدها. سونيا؟ بانا بكره بينتهى كل شيء، ماشي؟ لازم نحكي نفس الكلام، عم تفهمي؟ طيب
خلينا نقول انه رهف بنت منيحة وصار هالشي هذا كلياته بسبب امك انت. ما فينا نحكي هيك شي عن امي بانا، شو عم تحكي انت وتخبصي؟ قولي شو بدك تحكي وبدون ما تترددي. نعم فؤاد. طيب طيب هلا بروح قبل ما يسكر، رح اطلع فورا. انا لازم اروح مشان طلع جواز السفر سونيا. ماشي يا روحي، الله يوفقك. شكرا. بس ليكي بدي منك توعديني اذا بانا بتحاول انه تزعجك مره ثانيه يا ريت دغري تخبريني. طيب بس شو رح تستفيدي؟ مثل ما انا فيني جهه بتشبهك يا سونيا، في جهه ثانيه بتشبه بانا، ولهيك انا الوحيده اللي بفهم شو بدها. وعديني. خلص بوعدك. ماشي. رح اجي بكره الظهر. ماشي ماشي. هالقصة ما رح تنحل إلا بطريقة واحدة. القصة الحقيقية إجا وقتها هلأ ليعرفوها. ألو خالي. شكراً. مرحبا. قال فؤاد بكرة الظهر بده يكون عنا مشان يفسخ الخطبة. طيب اسمعي خالي شو بدي قلك. عم بيتحجج بأنه أنا طالبة جامعة وما رح يمشي الحال معه أبداً. بس انت بتعرفي شو المشكلة الأساسية؟ رهف هي السبب الرئيسي لكل المشاكل، بتعرفي. طيب ماشي. طبعا ضروري كثير انكم تتبهدلوا منيح لحتى تعرفوا مين انا. يعني مو ناوية تجيبيني؟ ليش شو بدي اجيب لك؟ كاسة عصير. شو نسيتي انك عزمتيني يعني؟ انا عزمتك؟ ما عم بتذكر بنوب. لو انا عملتها معك كنت انت القيامه، انا الحق علي. عن جد انا نسيت. ما في داعي تزعل، تكي ورح اجيب لك اياها. ما في داعي للمساعده. وهي قطعنا الاتصال. شكرا لك. هلا بدك تشرب اطيب عصير. شكرا لك. يا الله شو صار؟ شو صار له هالانترنت هاد؟ انقطع الاتصال بالمره. يوف يا لك. انتوا الاثنين خدعتوني. ليش خدعتوني؟ ليش شبك؟ بدي منك جواب. ليش ما عم تحكي؟ ها سميح. سميح سميح استنى شوي. سميح رح احكي لك كل شيء بس انت اتركه. ساندي احكي لك كل شيء بس عم اقول لك اتركه. اذا بدك تكذبي علي ما في داعي تعذبي حالك. يا ريت لو اقدر اكذب. تفضل. ما رح اخذ كثير من وقتك دكتور، اذا كتبت لي الرسالة اجيت اخذها. طبعا كتبتها. هي هي. تفضلي. مبروك. بس بدي اسالك شو صار بالاستاذ اللي برات البلد؟ لقيتي شي واحد؟ لحد هلا ما لقيت. عم نحاول نلاقي. منيح. انا عم ادور كمان. بعتت كم ايميل لرفقاتي اللي برا وناطر منه رد. شكرا دكتور. بدي اسالك عن شغله. اللي بعرفه حضرتك كنت معارض للمنحه. هلا شو صار لحتى غيرت رايك؟ انا لحد هلا ما وافقت على المنحه. بس يعني هي رغبتك انت انك تسافري على امريكا وانا ما فيني الا اكون عم بدعم رغباتك. طيب شكرا لك مره ثانيه.
شاء الله تكون عم تحكي صح يا دكتور. I would not recommend her for the exchange program in your institution. الرد سلبي. أنا ومجد صرنا زمان رفقات. بعرف إنه كان في ماضي بيناتكم. كل شيء بالقصة بلش بعد ما طلب مني مجد إني ألعب عليك لعبة. ساندي. تركني مجد، بدي أحكي. أنا كتير مليت من العيشة بهالطريقة. مزبوط. دقيقة، لعبة شو؟ تعرفي عليك، مشاويرنا مع بعض، الصور اللي نشرناها بالإنترنت. هالشي كله كان خطة أنا ومجد ساويناها. شو؟ بعدين صار شي ما كنا مخططين له. حبيتك عن جد. ما بدك تحكي أي شيء سميح. سميح. لحظة ساندي، أعطي شوية وقت، أكيد رح يرجع. طيب بلكي ما رجع، بلكي ما سامحني. مستحيل سامحك على اللي عملتيه.